في أجواء احتفالية ممزوجة بالفرح والفخر احتفلت الجالية المغربية المقيمة بسويسرا بالذكرى 41 للمسيرة الخضراء، مجددين بذلك ارتباطهم وتمسكهم بالوحدة الترابية للمملكة من طنجة إلى الجويرة. نحن كجالية مغربية في المهجر بمدينة زوريخ بسويسرا بالديار السويسرية جد سعداء للاحتفال بذكرى 41 للمسيرة الخضراء المضفرة، وهذا يبين أن مغاربة سويسرا دائما موجودين في الحدث، وجد فخورين بانتمائنا إلى هذا الوطن تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرف كبير نحتفلوا بالذكرى 41 مسيرة الخضراء، وكان افتخر احنا كجالية مغربية في سويسرا مجتمعين وكان ضحكوا مع بعضياتنا وكل شيء. الله الوطن الملك. تخليد ذكرى المسيرة الخضراء من قبل مغاربة سويسرا هو تأكيد على مواصلة الدفاع والتعريف بقضية الصحراء المغربية للمجتمع المدني السويسري، وبمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم فيها المغرب في إطار سيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية وفق المواثيق الدولية. ومن المناسبة كنقدم واحد الشكر كبير للناس القيمين على هذا الحفل، هذا على رأسهم السي عبد القادر أقناو والسي رحيلو واللي جمعت المغاربة كاملين للجالية المغربية المقيمة بالديار السويسرية وبالضبط مدينة زوريخ، وكنحتفلوا بهذا النهار العظيم بالمسيرة الخضراء لنا الصحراء ديالنا، وكنبغوا نقدموا واحد التهاني لمالكنا. جينا هنا باش نعبروا على ارتباطنا بالقضية اللي هي الصحراء المغربية، وكنحيوا الذكرى ديالها ونعبروا على ارتباطنا بالوطن اللي هو المغرب ملكنا حبيبنا لمحمد السادس. ورفعت خلال هذا الحفل الأعلام الوطنية وردد النشيد الوطني، كما قدمت فيهما الحماسة الوطنية تتغنى بالوحدة الترابية للمملكة من أداء فنانين مغاربة مقيمين بسويسرا. كنتمنوا السلام والاستقرار للشعب المغربي، لأنه واحد دولة، يعني المغرب عنده واحد القبول وواحد الناس. لا احنا اللي عايشين هنا كنحسوا بالحب ديال الناس اللي مقيمين هنايا، كنشوفوا الناس كي كتعاطف معنا وكي كتبغينا بزاف، يعني الشعب المغربي يعني فيما مشيتي في انحاء العالم. كما عرف هذا الحفل حضور بعض الجاليات العربية والأجنبية التي شاركت المغاربة احتفالهم بهذه الذكرى الغالية على قلوب الشعب المغربي. جبتني اليوم الحفلة هنا في تاع المغرب، وكشرفني أني كنت موجود. احنا كلنا مع المغرب، وإن شاء الله ربي يخلينا الملك ديالنا، ومسيرة الخضراء هذه معناتها كلنا نحتفلوا بها كتوانسة كمغاربة شمال افريقيا بصفة عامة. أجد أن هذا الاحتفال جد رائع، وأنا أشارك المغاربة احتفالهم بالمسيرة الخضراء، وأعتقد أن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب هو حل جد معقول ويحترم حقوق الصحراويين للعيش في أمان وسلام. أول قبل كل حاجة نبارك الشعب المغربي على هذه المناسبة، والواحد يفتخر لما يشوف الجالية المغربية في سويسرا تحتفل بهذه السنة، ففخرا لنا ومشكورين على العزومة، جزاكم الله خير. وتعد هذه الذكرى مناسبة لإعادة تدبير ملف الصحراء المغربية، وإلى ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية الموازية عبر إشراك مغاربة العالم الذين أبانوا عن كفاءتهم وقدرتهم في بلدان إقامتهم من خلال انخراطهم في العمل السياسي واستعدادهم للدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة. صحراء مغربية جمالك بهار عينية، أنا ليك وانت ليا وشبر منك عزيز عليا، شعارات رفعها المشاركون في هذا الحفل معبرين من خلالها عن تشبتهم بوطنهم الأم واستعدادهم للدفاع عن قضايا حتى وإن كانوا بعيدين عنه جسديا فإنه حاضر في قلوبهم ووجدانهم. غالي محمد رشاش ده زوريخ.